كان مره كويس في المباراه الاخيره بعد ما شفناه يلعب مورغانا. فمتحمس اشوف ايش اللي ممكن يطلع من الفريقين. انوبس بيكونوا معنا في البلو سايد، وعندنا فوكس جيمنج راح يكونون معنا في الريد سايد. انوبس البان الاول حقهم زي ما ظهر امامكم في الشاشه بيكون شن الاول، والثاني بيكون سميره. طبعا مستحيل انهم يعطون فرصه لاي احد من الفريقين انهم يلعبون سميره، خصوصا انه فوكسيس مره مبدع في الشخصيه هذه ما شاء الله عليه. لكن كيتلين البان الاول اللي طالع من فريق فوكس جيمنج، نبي نشوف ايش الانسر اللي بيكون للبان حق سميره. او على الاغلب البان حق كيتلين بما انهم ما يبغون سميره ياخذونها في السبيك عشان ما يكون عندهم انسر لها، بس كذا ولا كذا سميره ما راح تكون موجوده معنا في الجيم. فوكس جيمنج البان الثاني بيكون لوشن. لوشن طبعا كان مره متركز فيه انوبس في الميد لين، سان لعب فيه كثير بما انه كان يلعب اي دي سي اول، مره مرتاح مع الشامبيون هذا، والان هو متى في الميد لين، فطبيعي انه الشباب يسووا له بان على طول. نشوف البان الثالث عندنا كميل، والثالث اللي بيطلع من فوكس جيمنج راح نشوفهم مع بعض. بس من البانز هذه نبدا معاك يا محمود، ايش تتوقع من اللي بيطلع من الراستر خصوصا انوبس جيمنج؟ ايش اللي بيسووا له برايورتايز في البيك؟ اتوقع مبدئيا عايز اتكلم بسرعه على حكايه لوشن دي، اعتقد انوبس عايزاها في السبيك. سان لعب على طول كسد انه لوشن اخر حاجتين، اخر اربع جيمات لعبهم، فعشان كده ان دول لوشن عشان هم مش خايفين قوي من كسدن. بالنسبه لاكالي، اكالي كانت على طول بتبان لانوبس، فانا ان هم يسيبوها فوكس جيمنج اخدوها فيرست بيك بيفلكسوها ميد وتوب. اكالي بتاعت ماجد حلوه جدا، احسن من سان كتير، بس في احتمال كبير هتروح لماجد. احتمال. بالنسبه لفوكس جيمنج كان على طول برضه بيبان لهم جريفز على طول ايرلي، بيبان لهم جريفز، فانا احنا ما نشوفش بان جريفز من انوبس برضه حاجه غريبه شويه. نشوف شن، انا ما اتوقعش ان شن يعني بايرتي قوي عند فوكس جيمنج. لا هو الصراحه انا توقعت الفوكس جيمنج ممكن يخلون بيك جريفز يروح لفريق انوبس، لانه فوكس جيمنج معاهم القدره انهم يلعبون نيدلي بما انه نيدلي مرت من الالبان، ممكن احتمال يسوون لها كاونتر بما ان ميرا يتميز مره في نيدلي ما شاء الله عليه. بس هالمره بيكون هو اللي معاه جريفز، بنشوف ايش الانسر من فريق انوبس. لكن البوتلين فوكس جيمنج بيكون معاهم راكان، ومره ثانيه نشوف السبورت يصير له برايورتايز بيك من بدري على البيك الثاني من الريد سايد، فراح نشوف ايش الانسر اللي بيكون من فريق انوبس. إيه على الاغلب انه بيكون مورغانا، بس اذا مرت الى البان فيز الثاني وما اخذوا السبورت بيك، على الاغلب ان الشباب على طول بيسووا له بان. لكن توقعاتكم للباقي البيكس يا عمر بالذات، ودي اعرف ايش اللي برايك يبي يسووا له برايورتايز البيك. الان عندنا ليليا، ايش البيك الثاني؟ رينكتون في اف اكس جي، انوبس بيلعبوا دبل، يعني دبل اي بي، لازم واحد اي دي ميد ولا اي دي توب اذا كان فعلا تسوي دبل فليكس. حيسوي فليكس لاكالي في الميد انسان، which is برضو very unlikely. ما في اي اي دي ميد ذات يو كان بلاي رايت ناو الا تشيز، الا واحد من الشامبيونز اللي 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 شويه تشيز الفتره هذه، سواء زي ما قلنا سيت كميل اوريدي باند، فما في ما في اي مجال ثاني. فاحتمال كبير ينزلوا سان، ينزلوا كالي على سان ويعطوا شامبيون ثاني ل ل ل لماجد. اف اكس جي يعني ما دام انوبس بندوا شن وبندوا كميل، هو محصور بانه يا ياخذ champion. طبعا الكومب هذا is mainly a graves comp باين شكله، مدام عندهم engage short range. ما انا مستغرب الكومب الى الان كذا شوية صراحة، مو واضح in terms of هو picks، هو engage، هو front line، هو يبغوا تيم عندهم synergy that works with each other ولا لا، بس حيبان في البيكين الاخيرة. وهم prioritized يعني كالعادة when you prioritize support بالطريقة هذه في البداية، عندك واحدة من حاجتين، يعني عندك برايورتي بيك تبغى عشان والله عندك انجيج، تبغى تويتش مثلا، ولا تبغى ارنو. ايش في غير تويتش حاليا يا محمود ذات فيتس؟ انا حسنا انوبس ميلي دلوقتي حتى عشان كذا هو بنادول تويتش على طول، ويتشز ما انت لما تاخذ راكام من البدايه انت بتقول انا ابغى العب شامبيون زي تويتش. يس او ايفن في الجنجل، بس هم احتمال كبير كانوا بياخذون ازريل معاه، عشان كذا يمكن الشباب سووا له برايورتايز بيك من جهه انوبس. ازريل مع ازريل راكان شفناه كثير منهم، ما كان اول مره ياخذون او يخططون انهم ياخذون، يعني ما اتوقع انهم يعني كسينرجي بل ما هو احسن كومبينيشن تاخذه بصراحه لما تلعب ازريل، بس لسه في ما كايسر جن. يس اعتقد كايسر از ريلي جود انسر تو ازريل، بس مش عارف هيوريها لنا ولا لا. لكن حط بالكم شباب انه مورغانا مرت من البان الفيز الثاني بعد، والشباب الان ما همهم اذا هم بياخذون مورغانا او لا. لا لا بس مورغانا ازريل اعتقد مش احسن حاجه. بالضبط. ناتلوس از ستيل فيري جود، يعني ولا ليونا حتى في البوت از ستيل فيري اوكي، حتى يعني فعلا ما هي احسن شيء مع ازريل، بس اتفتس. انا استغرب انه تاخذ كايسا في الميتا هذه صراحه، ايرسبكتيف بدر حتى لو هي كايسا كويسه ولا ما هي كويسه.
كايسا يعني يعني is already answered by Israeli. Israeli تعامل بها مرة كويس. بالعكس انتالي كايسا is a good matchup in Tozer عشان كمان بتفولو اب عليه بالار. understandable. بس في نفس الوقت برضه لو بصينا على تيم فوكس جيمينج هتلاقي اغلبهم عارف جريفز كاري ميد لين البلانك كاري ركان انجيج جوه, فانت عايز حد بيبيل نفسه شوية. فهي اما جن وتقف من بعيد يا اما برضو اش وهتبقى بتدي ارز وعارف بس جن واش كان حيكونوا افضل فعلا. دي سبورت التيم اللي عندك, عندك الفرونت يعني عندك جريفز وعندك البلانك تبغى تسوي بيكس, جريفز يبغى يجلس قدامهم فيت يو وانت تو سبورت ذات تبغى تجلس قدامهم, وبما انكم كلكم تقريبا شورت رينج تبغوا تكونوا في الفيس حق الانمي بتخشوا في وسطهم مظبوط, فتبغى واحد تو سبورت ذا باك جراوند, ما تبغى واحد يخش معك كمان زحمه تصيروا كلكم فوق بعض من دون كلامب من دون فرونت لاين من دون توب ذات از يعني توب تانكي يقدر هو التوب بيك الان بيطلع هو اللي بيحدد لهم الماتش بصراحه. بنشوف ايش اللي بيطلع منهم, لكن من المقابل فريق انوبيس سووا لوكن على نوتر زي ما نشوف الان, وايضا فولي بيري بيكون هو البيك الاخير منهم. فولي بيري بيكون في التوب لين كالي في المد. الماتش اب اللي بتكون في التوب لين بتكون مره مهمه. موكاي فوكس جيمنج بياخذون موكاي لاول مره نشوف الشامبيون يطلع معنا في السيزون الثاني من بطوله كاس العرب. رايكم بالبيك هذا؟ شفناه موكاي في التوب لين از ان انسر ل مو انسر يعني بس بالضبط كبيك راندوم, بس اما انه يكون بالكومبوزيشن هذا اول مره نشوفه, فانا مستغرب ايش اللي كانت الفكره بينهم. يعني زي ما قلت انه بالاخير بيركزون على الشورت رينج انجيج ولازم يكون معاهم فرونت لاين يقدر انه يمسك باقي التيم, لكن رايكم بالماتش اب اللي بتكون بين فولي بير وموكاي؟ نبدا معك يا عمر, ايش رايك فيه؟ اتس فولي بير ماتش اب, بس الطريقه اللي يلعب فيها موكاي زي اورن يبغى يلعب سيف يبغى يجلس يستنى لين يوصل للميد جيم باور سبايك حقته على اساس يلعب تيم فايتس, بس انا اظن اورن وود هاف بين بيتر هنا صراحه من انك تاخذ شامبيون بالطريقه هذه, بس ما ادري سينيو يمكن كومفورت بيك بالنسبه له عشان كذا يبغى يلعب وما يلعب اورن. انا متعود اشوفه على بروزرز دائما اكثر من اشوفه على تانك صراحه, مو زي ماجد بس ات فيتس ذا سيم كومبوزيشن. الفكره انه ابغى العب سيف ابغى اصير فرونت لاين ابغى اسوي الالتي حقتي على اساس والله نمسك واحد نبعد عن التيم ولا نخلي شو اسمه نخلي لبلانك تروح تسوي له بيك على طول ونرجع, بس اي دونت سي اني ثينج ايلس ذات وركس ان تيرمز اوف الكومبوزيشن. انا مبسوط على الكومبوزيشن حق انوبس اكثر من مبسوط من الكومبوزيشن حق فوكس تو بي اونست. سان على كالي انا علامات استفهام الين ما نشوف كيف يؤدي بيها. هو يعني احتمال كبير انه بس هم تركيزه مو بس انه ساني يلعب اكالي, برضه هم يبون ياخذونها من اكاشي وماجد, يعني زي ما قلنا هم فليكس بيك مره معروف من فوكس جيم. فعلا بس اكاشي اوريدي ماخذ لبلانك ولبلانك وركس فيري ويل انتو اكالي بالذات يعني بالذات اكاشي ما شاء الله عليه بالاساسنز اداؤه مره يعني يعني مستوى جدا عالي, وبنشوفه دائما ياخذ ال1 في 1 وياخذ ال1 في 2 وياخذ ال2 في 2 ويستغلها ويفوز فيها. والفوكس حق شو اسمه مراي موست بروبلي زي كل مره حيكون حول اكاشي وبس. البوت سايد ويك سايد مو يعني سترونج سوري السترونج سايد حيكون البوت سايد اكيد, بس ما عندهم كل بريشر. لما تاخذ راكان وبعدين تاخذ كايسا انت بتقول انا ما ارنو اكل انا ما ابغى اكل انا ايش ابغى اسوي, انا ابغى اخذ شامبيون يبغى يصير هايبر كاري عشان يوصل ليت جيم, بس في نفس الوقت انا عندي انجيج وما اقدر استفيد من انجيج في البدايه لانه قدامي ناتالوس وقدامي سيف بيك ازريل. فيس بعد ليفل 6 اي دو اجري مع محمود انه والله ممكن كايسا يكون عندها بريزنس, بس اكشلي مو بعد ليفل 6 دقيقة 25 لازم تجيب اول ايتمين كامله, وهذه مشكلتنا حاليا مع كايسا في الميتا انه والله الباور سبايك حقتها مره متاخره. وازريل حتى محتاج انه يسوي سكيل ايضا يعني كلهم يعني تقريبا نفس ازريل. منموني الباور سبايك حقتها مره سريعه تقدر تاخذها بسرعه is one of those items that trigger يعني تخليك يعني توصل الباور سبايك حقتك مره بسرعه yes. والميد جيم باور سبايك حقتك احسن من الليد جيم باور سبايك حقت كايسا, فحنستنى كايسا توصل ولا حنلعب حولها, بس في نفس الوقت عندنا انجيج بس ما عندنا ناس يسوي دامج الا والله نعتمد على كاشي ومراي انهم they get الادفانتج في البدايه at least that's how I see it يعني. ودنا نسمع منك يا محمود ايضا مين اللي تشوف الفريق اللي معاه الافضليه في التيم كومبوزيشن ومين اللي تتوقع راح يفوز معنا في الجيم هذا؟ وانا تيم كومب الاثنين كنت حابب اتكلم عليهم شويه ان هم الاثنين تحس معهم دامج ما عندهم شخص واحد بيلعبوا عليه, ما احنا مش هنلعب مثلا اراوند اي دي سي اراوند ميد لين, بس الناحيه الثانيه هتلاقي فوكس جيمنج كاري جونجل كاري ميد لين فاهم اساسا ميد لين
كايسا برضو ستيل ممكن تلعب الراوند ده، يمكن كاي واخدينها كبيلينج شويه وفي نفس الوقت فرونت لاين. الناحيه الثانيه هتبص هتلاقي نفس الكلام، عندك اكالي، عندك ليليا، عندك ازريل، انت ما فيش شخص معين عارف ممكن تلعب. يمكن انوبيس عندها اثنين فرونت يعني لاين اكتر من فوكس جيمنج، فده يمكن يبقى ليهم افضليه شويه، عندهم شويه سي سي اكتر ممكن نقول من نوتلس مثلا، عارف بوينت اند كليك فاسهل شويه، عكس مثلا الناحيه الثانيه ركان في انجيج، بس عارف ركان برضه ممكن تعمل شوت داون شويه بنوتلس. فانا حاسس ان يعني اثنين تيم كومب صراحه هتبقى معتمده اكتر، مش بقى ماكرو وايز، او انت عارف انت خطتك ايه، انت هتعتمد اكتر ميكانيكلي من ناحيتين، ده رايي. فانا حاسس ان الجيم ده هيكون جدا صعب انك تقرر مين بيكون الفائز، بس لازم محمود تحدد لنا الفريق، لازم نسمع منك. صراحة جدا صعب، صعب فعلا يعني. انا كنت جاي اليوم داخل يعني بتوقع انه فوكس جيمنج عندهم الادفانتج، بس بعد الدرافت هذا وحتى الدرافت حق انوبس اتس الجيم مفتوح صراحه، ما يعني لو بختار انا حختار فوكس عشان ابغى اشوف عشان ماني متاكد من 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 اكالي حقت سان، لازم زي ما قال يثبت العكس، لان شفنا ماجد باكالي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله عليه كان مره واحده طيب يا محمود هل تتفق معاه ولا لا؟ شفتش ثاني، لكن هنا السؤال انا ابغى محمود يقرر لانه مو راضي يعطيني التوقع حقه. لازم معانه بس ما يقدر. لا لا ما مش هيقدر. لا لا والله العظيم انا مش 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 ميال ان انا فاهم ان انا من مصر وتيم مصري وكده، لا بالعكس إيه والله بحب افكر اكتر. لا والله لا والله انا بحب افكر اكتر ان انا بس عربي لازم. اكتر والله اكتر عربي اكتر من ان انا مصري يعني اكيد. فانا شايف يعني حتى لو قلت انوبس هي مش انوبس عشان هي مصر والله ابدا يعني. بس فعلا انا مش عارف الاثنين كويسين، حاسس هي هتبقى مكانك ليه فعلا زي ما انت قلت، هي هتبقى اعتقد اكتر حاجه على اكالي. الله يعطيك فعلا عرف يورينا اكالي كويسه، واكالي يعني خصوصا هو قدام اكاشي صعب بالظبط، ما هو لو قدام اي حد ثاني الموضوع كان هيبقى سهل. ايوه فعلا. بس يا شباب انا محتاج اقطعكم، واضح ان النقاش بيطول جدا لانه الجيم بدا الان وكلنا جدا متحمسين نشوف ايش اللي بيصير في الجيم العظيم هذا بين فريق انوبس وفوكس جيمنج. انا مره متحمس صراحه، مو قادر انطر اكثر. فالله يعطيكم العافيه، وخلونا نروح مع المعلقين الحين ونشوف مين اللي بيحافظ على الركض حقه في البطوله ومين اللي بيكون الافضل. تفضلوا معنا نتابع الجيم. شكرا جزيلا يا عزوز، وشكرا لسيد التحليلي، والسلام عليكم للمرة الرابعة والأخيرة. اليوم معكم رايزو في البي با بلاي كاستينج، واليوم عندنا مباراة الأسبوع فوكس جيمينج أمام أنوبيس. معي الأستاذ مراد البقوري، هو مصري وأنا مغربي، يعني حاليا عندنا شيء من السينيرجي في هذا الكاست. التوازن هو كلاسيكو شمال أفريقيا. شفنا ناس بتكلم على تويتر وعلى فيسبوك بيقولوا الكلاسيكو، الفرقتين العمالقة، المعركة على الصدارة في الـ IAC سبليت. والصراحة الفرقتين يعني ان شاء الله هيقدموا لنا مباراة ومنافسة قوية جدا جدا جدا. أنوبيس على بلو سايد وفوكس جيمينج على ريد سايد. نعم 100% وين ريت الفريقين اثنان كمان 5-0 حاليا في الاي سي سبيد. شوف في انتل ارابيان كوب كاس العرب حاليا نشوف ان كومبو صراحه من طرف انوبيس فيها ريتد بالليليا، هي خطيره جدا ليليا ريتد وداتوره خاصه بازريل، يعتبر من احسن الازريلز في العالم. ومن جهه اخرى فوكس جيمنج عندنا ميراي بي الجريف بتاعه، الكل يعرف ميراي والبارن ستيلز، واكاشي كان اسمه كوريان لبلانك بيفور رينيمينج اكاشي، وهذا شيء يعني ممتاز جدا انه من احسن تشامبس له. سنرى مدى سيكون هنا رد فعل لفريق المصر. بداية المباراة في احترام كبير من طرف الفريقين يا مورو. طبعا اهم حاجة البداية زي ما طبعا المحللين قالوا الكومبس قريبة جدا من بعض، الكومبس متقاربة، ولكن كله هيعتمد على الاكزيكيوشن، مين هيقدر ينفذ الكومب بتاعته احسن. ونقطة مهمة جدا يعني زي ما انت قلت علامات استفهام حوالين الدرافت، ازاي ميراي ياخد جريفز وازاي اكاشي ياخد البلانك، يعني الاثنين دول المينز بتوعهم وهم يعني ادائهم على هذه الشامبيونز بيبقى مرعب. فان انت انوبس انت تسمح لهم بالشامبيونز ديت يبقى انت اكيد مجهز الرد، وهنشوف الرد من انوبس هيبقى عامل ازاي. وزع الجيم روعه. انا عاجبني ان ميراي بدأ من التوب سايد بتاعته، شوف ميراي بدأ من الريد باف بتاعته على جريفز ويتجه دلوقتي على الرابتر كام، فهو عامل ميرور تقريبا يعني عامل عكس ريتد اللي بيعمله، مش هيبدا من البوت سايد. واظن على ما اظن هو ميراي مش عايز يحارب ريتد ايرلي جيم، هو عايز يفورم، فلما بدأ توب سايد هيضمن على الأقل ان هو يقدر يعمل فول كلير، وبعد كده يتجه ياخد البوت سايد سكوتل عشان ريتد هيبقى الناحية التانية من الماب، وريتد سايد هياخد التوب سايد سكوتل. فعجباني فكرة دي من ميراي.
نعم صراحة فكرة ممتازة جدا، وخاصة الذهاب إلى البوتسايد هو الأول، عنده سيت أب جانك ممتاز جدا من طرف ناروكيا بالنوك أب نتاعو، وميراي أصلا بجريفز، جريفز من أسهل جانجلرز يسوي بهم كلير وحده، يعني يكون عنده يبقى هيلتي، يكون عنده اتش بي كبير جدا بالكايت اللي يسوي على البنيونز. الآن نشوف ميراي يتقدم على البوبف، وكاين وارد من طرف فريق أنوبيس، ويشوفوا هنا الإنفورميشن على ميراي، ميراي في البوبف، يعني هذه إنفورميشن ممتازة جدا. نشوف بوتلين أنوبيس داتورا وفاكسر كيف يلعبوا بسيف جدا تحت التوريت نتاعهم، يسوي فريز ربما على ديك اللين. يا هو 100% داتورا وفيفر مش عايزين يعملوا اي فايتس في اللين ديت، حتى داتورا واخد تيليبورت على ازريل، وبنشوفها كتير جدا ازريل بلايرز بيحبوا ياخدوا تيليبورت في السولو كيو، عشان عارف ان هو اوكي ما عندوش كيل بريشر قوي في اللين، صعب يكسب ال2 في 2، فهو اوكي قالها خلاص مش هياخد كومبات سامونر، انا هياخد تيليبورت عشان اخليها فارم لين بحت. حتى ساعات بنشوف ازريل في هذا الموقف بياخد كل بدلا من دورنز بليد، ولكن بدايه دورنز بليد هنا داتورا محترم البوت لين بتاعه فوكس جيمنج، الدورنز بليد بدايه امن من الكل، بتديك حبه اتش بي زياده، فلو اتعمل عليه انجيج داتورا مش هيتعمل له وان شوت، وهذا السبب وراء شرائه لدورنز بليد. نعم صراحه يعني تشين من طرف لبلون على الصان، بوك كبير من طرف اكاشي، وني بروك الكتروكيوت جميل جدا من طرف لبلون صراحه في الميدين في الايرلي جيم، اللي صراحه عنده ادفانتج على الصان، ولكن اظن ان الصان بعد الليفل 6 بعد الالتيميت بتاعه يكون عنده ادفانتج على اكالي، يمكن يسوي دمج رهيب جدا على هذا الشامبيون، يكون عنده اصلا شراود للتمبوريزيشن. وشوف ميراي انتهى من الجنجل بتاعه، يذهب الى الجنجل الاستاذ ريتد، ويبحث على الفرصه، يبحث على الكامب، بس حتى ريتد نفس الشيء كاونت الجنجل نفس الشيء يا سلام، ولكن ريتد عنده الجولمز، اما ميراي مش هناك شيء موجود، وخاصة ربما نشوف دايف على السينيو بالموكاي، بيك موكاي خيمورو امام ماجد بالفولي بير. انا معتاد على ماجد يلعب بالسكيلفول تشامبيون مثل ايريليا مثل اكالي، ولكن الان مع فولي بير ريتد في خطر، ريتد في خطر، يتقدم عليه ربما السينيو، سينيو يدافع على الكامب، انا وياخذ ربما العاله ياخذ الجولم، انا صراحه مش هناك مانا من طرف سينيو، ولكن يدافع على الكامب لي ميراي وياخذ الادفانتج في الاكس بي هنا صراحه. نايس روم او نايس محاوله من طرف ناروكيا، هوك من طرف فيفر وكيلا يموس وبروكسيز بالاوتو اتاكس، يحاول يسوي شيء ستان ميد لايف في الميدين، يتقدم هنا ريتد من الجهه اليسرى، ربما نشوف ضيف على اكاشا، ولكن صعب جدا الجانك على البلانك، خاصة عندما تكون الويف مبوشة كذلك. يا أي جونجلر في الشات عارف كويس جدا جانكينج لبلانك عادة عمره ما بيبقى فكرة حلوة. أكاشي طبعا عنده موبيليتي كتير جدا بالدبليو، وعنده التشين عشان يعمل لك انت سي سي، ممكن هو يدور حكي هنا على صح دمج كبير اوف توب لين 1 في 1 بين سينيو وماجد، ولكن شوف ميراي تقدم جاليو منها، وربما نشوف اول فرست بلاد سينيو فاضي صعبه، وماجد هو كمان سينيو 1 اتش بي 0 مانا، ولكن نرجع لورا ويبقى ماجد فاضي صعبه، سموكس من طرف ميراي، اوتو اتاك واحده ستكون كافيه، والفرست بلاد من طرف الجانجل المغربي جي جي والبيت فوق ديمي. يا فيرست بلود لميراي، ام ستارت من ماجد ان هو بيخش في ال1 في 1 ديت، وهو عارف ان ليليا ميد لين، ليليا بعيده جدا، عارف كويس قوي ان جريفز عمل ريسيت وبيفارم التوب سايد جنجل بتاعته، وما عندوش اي فيجن في الريفر. قرار غريب من ماجد ان هو ياخد ال1 في 1 ديت، حتى لو هو كان هيكسبها كان دايما في خطر ان ميراي يجي وياخد كيل، وده اللي حصل. فيرست بلود للجريفز، ودي مشكله ميراي على الجريفز، وهو ان هو ياخد فيرست بلود دي مشكله كبيره جدا لانوبس، لكن عارفين قوه انوبس ان هم يلعبوا من بيهايند ويعملوا ستول للجيم، وانا شايف ليليا متجهه بوت لين. ليليا في البوت لين، ربما نشوف ضايف هنا، ليس هناك مانا على الاستاذ بروكسيوس، ولكن ليليا ربما في خطر، فلاش من طرف ريتد يستخدم ناروكيا ربما بالنوك اب، ياخذ البلاست كون، نوك اب ممتاز جدا على ليليا، فاضي صار فلاش من طرف ميراي، اوتو اتاك الثانيه ستكون كافيه، والكيل الثاني لهذا الجنجل يستخدم على فيفر كيو، اوتو اتاك وكيو مره اخرى، دمج كبير على النوتيلوس اللي يكون نورمال مونتينكي، ولكن هنا الميراي يقوم بالعمل الممتاز ديالو ويذهب الى التنين الاول في هذه المباراه لمره اخرى، يا مورو هو تنين المحيطات 2.5% ريجن الاتش بي كل 5 ثواني، تنين ممتاز للينينج فيز، ويتقدم عليه فريق فوكس جيمنج. تنين مهم جدا، وصراحه غلطه من ريتد، ريتد كان بيحاول يعمل كاونتر جنك، بس بص ميد لين، ميد لين سان فوضي صعب امام اكاشي، شوف البريشر دي اكاشي في الميد لين، ولكن سان عنده الليفل 6، عنده الالتيميت بتاعه، هل سيستطيع ان يسوي شيء في الميد لين ام لا؟ اكاشي حاليا عنده تفوق في السي اس، ويتقدم على سان مره اخرى، ربما نشوف هنا تشينز اذا استطاع الكتروكيوت، ولكن تشينز لا تموت لسوء الحظ، سان سوف يعيش، وكان هناك ليليا في الجوار للمساعده. نايس تراي من طرف الميدان المغربي، ولكن حاليا تفوق في السي اس في الميدان، تفوق في السي اس في البوت لين، تفوق في السي اس ليس هناك تفوق في سي اس اخر صراحه. هناك في التوب لين صراحه ماجد يقوم بعمل ممتاز جدا، 50 سي اس امام 31 يتسنوا فقط. ومع العلم ان ماجد هو اللي اتعمل له جانك، هو اللي مات في الفيرست بلود، ولكن ماجد استخدم التليبورت عشان يرجع للتوب لين، فكده وكده انوبس ما كانوش يعملوا كونتست لهذا التنين علشان ما عندهمش التليبورت ادفانتج، صان هو كمان يستخدم التليبورت بتاعته ان هو يرجع لين. ولكن انا عاجبني جدا ان فوكس جيمنج
اول لما بيحسوا ان ريتد في الجنجل بتاعهم في كولابس، لما ريتد حاول ياخد كروكس شفنا سانيو بيعمل كولابس وبيوقف الكروكس، ولما ريتد حاول ياخد جرومب شفنا ناروكيا بيتجه وبيعاقبوا عليها وفي الاخر عرفوا يجيبوا كيل. فالفوكس جيمنج الكوميونيكيشن حلو جدا، وعارفين كويس قوي ريتد لما يخش يعمل كاونتر جنجل بيتعاقب عليها في لحظتها، ودي طريقه اللعب الصحيحه ضد ليليا، ما ينفعش تسمح لها ان هي تاخد جنجل كامبس ببلاش. نعم لازم الفريق باكمله يلعب كواحده واحده، ولكن شوف اناكاشي تشينج وسي سي كبير هناك كاميرا ربما بيقول بتاعه صن دمج كبير على صن ياخذ اوه يستمد داش طرف كاشي ربما توطك واحده ستكون كافيه لا ويعيش صن بي 1 اتش بي مرات اخرى فوكس كبير على الميد لين هنا بريشر كبيره وشوفنا روكيا يبدا ناروكيا بالخروج من البوطين والذهاب الى الخريطه باكملها. ناروكيا اكبر رومر في هذا الاي سي حاليا بالنسبه للسوبورتس يقوم بعمل ممتاز وبريشر كبير على الميد لين صن فلاش طرف كاشي يا سلام على خيبه الاداء والسولو كيل في الميد لين من طرف هذه اللبنان. صان ما كانش مفروض يفضل في اللين خالص، خلطة غريبة من الميد لينر المصري، متوقعش ابدا ان هو يفضل في اللين وهو لو اتش بي كده، ولكن هو طمع في الويف عشان الويف كانت جاية عليه، وطبعا احنا عارفين لبلانك سهل جدا ان هي تعمل دايف عليك، واكاشي يستخدم الفلاش بتاعته ان هو يضمن السولو كيل في الميد لين، وبكده 3 كيلات لصالح فوكس جيمنج، بداية قوية جدا 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 للفريق المغربي. نعم هنا حساب كبير جدا بين اكاشي وصان، كان هناك بعض البانتر قبل المباراه بين اللاعبين، والان اكاشي يستطيع ياخذ سولو كيل على صان هنا في الميد لين. صان صراحه كان جريدي شوي يعني كان سوبر لو عاونه ساعدوا الفريق نتاعو اللي كان يرجع للوراء، ولكن اراد اخذ الاكس بي اكثر والجولد اكثر من الويف، فكان عنده بنش كبير من طرف اكاشي. نايس موف هنا 2-0 جريفز و1-0 في الميد لين لبلانك. هنا يكون هذا هو الفوكس حاليا على فوكس جيمنج ديال وين كونديشن حاليا في الايرلي جيم. في جهه اخرى بروكسيوس يسوي فارم ممتاز يحاول يسكيلي ويسوي ليد جيم لانه عنده سكيلين كبير جدا في كايسا مثل ازل الفجر الاخرى مثل ادا تورا اللي ازل يبقى من احسن وميراي يستخدم توب لين. ماجد ربما يكون فاضي صعب ربما ماجد هناك فلاش من طرف ماجد فولي بير يستخدم على سنيو مباشره 1 1 ينطلق ولكن ياتي ميراي سموكس مباشره ليس هناك فيجن من طرف ماجد التيميت من طرف ماجد سنيو فاضي صعب ربما ولكن هناك ميراي بدي بي اس ميراي بالدمج ميراي بالاوتو اتاك ميراي بالكيل هنا يتقدم ريد ولكن متاخر شيئا ما وميراي ياخذ الكيل في التوب لين. ميجد لو كان راح للجنجل بتاعه كان ممكن هو ريتد يكسبه 2 في 2 وبتعمل ايه؟ اوه يا سلام ايه ماذا يفعل صان هنا في 1 في 2 يكون ناروكيا في المكان المناسب في الوقت المناسب وصان سوف يموت واكاشي ياخذ الكيل الثاني له في الميد لين. ماذا تفعل يا صان والهيرالد فري لفوكس جيمنج بريشر في التوب سايد وبريشر في الميد لين. غريبة جدا الحركة دي من صان، حتى لو انت كان ممكن تكسب ال1 في 1 انت مش عايز تفايت، انت لسه عارف ان الجنجلر بتاع فوكس جيمنج توب وقتل التوب لينر بتاعك ومتجه ناحيه ميد لين بياخد الهيرلد، فما كانش المفروض تفايت ابدا. قرار غريب من صان في فيروريتد ربما يشوف يقلب على سمايت، انا هناك سمايت من طرف ميراي ياخذ الهيرلد مباشره ويذهب الى الوراء اوكشيكتيف اخر من طرف فوكس جيمنج صراحه في دقيقه 9 من المباراه 5-0 و2 للاشيء حاليا 19 كي جولد 19 فقط 14 استسمح 2000 جولد ديفرنس صراحه يا مورا 2000 جولد ديفرنس ومعظم الفرق دوت في الميد لين. اكاشي ضد صان فرق في الجولد ما بينهم غريب حاليا، اكاشي معاه 2 كيلز حتى عليه باونتي ومعاه 76 فورم مقابل فقط 64 لصان على الاكالي، صان متاخر جامد جدا. وجريفز كمان ميراي متقدم بفرق رهيب على الريتد، ويعني احب افكركم ان جريفز مش ايرلي جيم شامبيون، جريفز ده ميد تو ليت جيم شامبيون، فان هو يبدا بدايه زي كده ايرلي جيم زي كده على جريفز يعني ميراي مظبط نفسه للليج جيم بطريقه مرعبه. ولكن انوبس فريق معروف ان هو بيحب يلعب من الخلف، بيحب يلعب فروم بيهايند وبيعرف يعمل ستولينج للجيمز كويس جدا، فده اختبار لانوبس لو عرف يعملوا ستولينج لهذا الجيم ويوصلوا للليج جيم. نعم صراحه عندهم كومب اللي تسوي دمج كبير في الليج جيم. اكاشي يتقدم اكاشي دبل داش من طرف اكاشي برو الكتروكيت، كان هناك ناروكيا مره اخرى لناروكيا نشوف انه يسوي رومز ورا رومز ورا رومز صراحه من اكثر رومينج سبورت في التورنمنت حاليا. وكما كنت كتقول عندهم ليد جيم صراحه ممتاز، عندهم داتورا بالازريل نتاعو ازريل ممتاز في الليد جيم، عندهم سان لي مهما ذلك سيكون اكاليا يكون عنده فلانك بوتنشال يكون عنده وان شوت بوتنشال خاصه على بروكسيوس لما يكون عنده التيميت فسيكون صعب، وخاصه بوليبير في التوب لين يكون عنده فرونت لاين كبير جدا مما انه 0-2 حاليا عنده تفوق في CS 30 CS ادفانتج في التوب لين، ولكن في الميد لين واصلا ولكن في الجنجل شوف ميراي 20 CS ميراي تعطيه ادفانتج واحد يسوي سنوبول كبير جدا 20 CS ادفانتج 3 كيلات وصفر ديت وعنده هيرالد حاليا نشوف وين يسوي الهيرالد، هل يكون في البوت لين يكون في الميد لين نشوف على المخاريب لانه التنين الموالي هو ظاهر هو تنين الجبال يكون ممتاز جدا يبدا من طرف ميراي ليس هناك كونتست من طرف انوبيس تنين ثاني لفوكس جيمنج. مستحيل انوبيس يعملوا كونتست، وصراحه ده القرار الصح ان هم يسيبوا التنين دوت يروح لفوكس جيمنج، حتى ريتر كان عايز يعني يعمل كاونتر جنجلنج في التوب سايد ولكن مفيش اي كام موجود. انا شايف ميراي عينه على الميدلين تاور
هيرالد في هيرالد ممكن يجيب بليت سنة ممكن بليت ولكن لا مش يسوي هيرالد في الميدلين. هناك ريتد يعني ربما نشوف 2 في 2 سان اخذ بعد البوك من طرف اكاشي, وصراحه اكاشي متفوق يعني ب 1 ليفل اهيد حاليا في الدقيقه 12 من المباراه. كاين تفوق فوق زيمينغ ولكن كل ممكن يحدث في هذه المباراه. ما ننساوش انه فريق انوبيس 100% وين ريت هو كمان وفريق قوي جدا قوي مصري يقدر يرجع في هذه المباراه بعد ان ياخذ سان الهكستيك جون بليد ربما اكبر بوست باك الاكالي وداتورا بالمانامون. نشوف اما قريب بينج ستوب لين من ميراي وسانيو مستخبي في البرش. ماجد ما عندوش ادنى فكره, ماجد في خطر ولكن شوف هناك الاستاذ ريتد هو كمان سانيو يتخدم على ماجد ولكن ماجد احترام كبير يذهب الى الوراء ينتظر الانجيج من طرف سانيو. ربما هناك ميراي في البرش يتلبس عنده الهيراد ربما ينتظر الفرصه اللي ان يسوي الهيراد انجيج من طرف سانيو مباشره يتخدم ريتد ونكون هنا تشوفي تشوف مثلا توب لين لكن دمج كبير على فولي بير سي بي في التوب لين من طرف اكالي يتخدم ريتد ياكل بو كبير من طرف سانيو لكن سانيو مش عنده مانا يتخدم اكالي لا اسرائيل هذا مباشره دطوره يتقدم سي سي كبير سايلنس وسليب على الاستاذ سانيو 1 في 4 ويموت سانيو مباشره انوبيس يعني كولابس كبير جدا لكن شوف اكاشي يتحدث في المنتين يبحث عن الفرصه. اكاشي هل سيجد اي شيء في هذه التوب لين ام بس زونينج على اكاليا من الميد ويف؟ شوف هو التليبورت ديت من داتورا الصراحه انا حاسسها مش ورث تماما عشان خسر بليتس كتير جدا في البوت لين, ادى كميه ادى سي اس ادفانتج حوالي 2 ويفز للبروكشس وانا روكتي كمان هيكون متقدم في الاكس بي على فيفر, فانا حاسسها قرار غير صائب ولكن ما يمنعش ان داتورا استفاد وعرف يجيب الكل. وحتى يعني كلنا اتفاجئنا ما توقعش ابدا ان داتورا يعمل التليبورت, انا كنت متوقع سان واظن حتى انت برضو كنت متوقع الاكالي تنزل بالتليبورت بس ازريل بالتي بي يعني حتى سانيو اظن كان متفاجئ ايه ده هو ازريل هنا ليه ولكن ما يمنعش ان الكل تروح لصالح ازريل لاول كل في الجيم لانوبس تبقى لهذا الازريل. ولكن شوف هنا ميراي ياخذ مين قلت من البليتس وان ويف اخذ الويف باكملها واربع بليت ايضا في التوب لين. شوف ميرا حاليا 135 سي اس ام 88 من طرف ريتد بالليليا بتاعه. هناك بلو باف ويذهب سينيو مباشره هذا سكوت الكراب برومو يكون كونتست هنايا. اخذوا البرج الاول في هذه المباراه في دقيقه 13 قبل نهايه البليز. يعني ميراي عنده جولد كبير وكبير جدا, اتمنى نشوف الجولد لميراي حاليا في المباراه لانه اظن انه سيكون يعني غني وغني جدا في المباراه. ايوه غني جدا اظن ممكن يكون معاه جولد اكتر من الميد لينرز في هذه المرحله. بس هكاشي والدامج اللي بيعمله على صان يعني احنا حتى المحللين سالوا علامات استفهام حوالين الاكالي بتاعت صان بس ماجد شكله في خطر مره اخرى. ماجد ماجد انجيج من طرف سينيو مباشره 2 في 1 لماجد في التوب لين وهو في وضعيه صعبه تي بي مرسم اخرى مره من طرف صان ولكن شوف دمج ميراي على الاستاذ ماجد ليزر هناك كيل اسمك دمج لما تلتيميت يكون كافي وتشوفي شويه يبقى في التوب لين يموت هنا ميراي ولكن يبقى صان 1 اتش بي. هناك سينيو هناك تانكينس لازم من طرف موكاي هل يستطيع ان يفعل سينيو 1 في 2 امام ريتد امام صان يتخدم صان بالاوتيميت الثاني الاي مباشره بالاوتيميت من طرف سينيو. هناك دراوزي هناك سليب من طرف الاستاذ ليليا ولكن يتخدم اكالي سينيو يخطم على اكالي كيل 1 في 2 يبقى سينيو فاضي 7 1 في 1 امام ريتد يحاول يسوي دمج يحاول يسوي تانكينس رهيبه ولكن شوف ريتد يحاول يسوي هو دمج كمان سينيو 1 في 2 ربما المعجزه سينيو يا سلام ودبل كيل في التوب لاين من طرف الموقع دبل باف في هذا التوب لاين. مش ممكن يا سانيو مش ممكن مش ممكن مش ممكن في تيليبورت من فولي بير هيحاول يلحق سانيو بس اظن حتى لو لحقوا خلاص اتس ورث ات لسانيو خد الدبل كيل والدبل بوكس كمان ما زال هناك ال1 في 1 هناك دبل من طرف سانيو ولكن الالتيميت من طرف فولي بير شات داون شات داون طرف فولي بير محاوله ممتازه من طرف سانيو ولكن ماجد فول لايف وعنده تي بي يقوم بالواجب ويذهب الى التوب لين ياخذ السولو كيل بتاعه. سانيو صراحه مش كان احد متوقع موكاي 1 في 2 كمان يا سلام هو لا هو الفكره اللي انقذه في ال1 في 2 ديت ان كان معاه ريد باف. سانيو كان واخد ريد باف طبعا زي ما احنا عارفين ميراي دخل تحت تاور عشان يقتل ماجد وبعد كده ميراي مات والريد باف ترانسفير يعني راح لبتاع ثلاثه مختلفين بس وصل لسانيو في الاخر والريد باف هي اللي قتلت سان في الاخر وهي برضو اللي قتلت ريتد. وصراحه غلطه غريبه من انوبس حتى لو هنشوف الاعاده ممكن قريب هتشوف الغلطه اللي حصلت ما بين سان وريتد ما عرفوش يلعبوا حوالين الموقع التيميت بطريقه صحيحه وسان لبس في الموقع التيميت وده اللي قتله في الاخر وده اللي ادى الافضليه لفوكس جيمنج وحاليا ريفت هيرد رقم 2 لصالح الفريق المغربي. وصراحه الفوكس كبير على الريفت هيرد من طرف ميراي في جميع المباريات وشوف الادفانتج اللي سوي له الريفت هيرد. حاليا ميراي عنده تقريبا 50 سي اس اكثر 53 سي
CS ادفانتج على الاستاذ ريتت في الدقيقه 16 فقط. هذا هي تو ليفلز ادفانتج، ليس هناك 50-50 في الاوبجكتيفز على سمايت. الاوبجكتيف الموالي هو التنين، هناك هيرات في الميدان يكون برج رقم 3 للفريق المغربي، وربما نشوف اكاشي 1 في 1 امام ستان يسوي تشينز ويرجع لورا. نايس جوك للكيو ولكن يبقى صنفض اصابه، هناك ناروكيا بالالتيميت بالفلاش نرى روم انجيج دبليو من طرف كايسا، التيميت ربما من طرف الاستاذ بروكسيوس، لا وناروكيا يسوي زونين كبير على فريق انوبيس ويكون هنا التنين رقم 3 للفريق المغربي. اوه ولكن القدم السعيد الهابي فيت ناروكيا يسوي الجوك ولا في الاحلام ويكون هنا التنين 3 والسول بوينت لفريق المغربي. التنين رقم 3 وده انفيرنال وهتبقى سول انفيرنال سول، فيعني الوضع بدا يبقى محرج شويه لانوبيس. احنا قلنا اوكي اول تنين ماشي هيروح منكم، تاني تنين ما كانش فيه فرصه كونتست، لكن التالت بدا يبقى صعب والرابع هو المشكله. الرابع كمان 4 دقايق فوكس جيمنج عاملين بريشر جامد جدا على سول في الدقيقه ال 22 او الدقيقه 23، فايرلي سول جدا جدا لفوكس جيمنج. انوبيس لازم يحاولوا يرجعوا جيم باي طريقه، وهم عندهم الامكانيه عندهم البيك بوتنشال بالليليا التيميت، فهو ممكن جدا نشوف ريتد بالليليا التيميت يستخدمه اجريسيفلي ويدور على كل على يمكن بروكشس يمكن حتى ناكيا او حتى يا سيدي يدور على كل مره اخرى على سانيو في التوب لين. سانيو مش تانكي للدرجه دي، فممكن يدوروا على حاجه زي كده بالليليا التيميت، ولكن ريتد بيلعب سيف جدا وبيستخدم الالتيميت بتاعه ديفنسيفلي فقط. بصراحه علامات استفهام حول هذه الليليا بيك. نعم وليليا الان ليفل 11 من 13 لميرايا يكون الامر صعب على الاوبجكتيف. الان راينا انه جميع الاوبجكتيف في المباراه ذهبوا الى فوكس جيمينج، ثلاث تنانين لصفر، ثلاث ابراج لصفر، او اصلا الاكس بي وجنجل خاصه جنجل ريتد ذهبت الى الاستاذ ميراي، فالهيرالدات هما كمان تو هيرالد لصفر. فوكس جيمينج والاوبجكتيف والزمن طويل ياخذون جميع الاوبجكتيف. نشوف هنا بريشر في التوب سايت من الخريطه، نشوف سان، نشوف هنا هناك في جنجل ميراي، هناك اكاشي، هناك ناروكيا، ربما نشوف دايف هنا على هذه الاكالي، ولكن عنده شراود صعب جدا الدايف على الاكالي. وكده وكده فيفر قريب موجود يقدر يساعد هذه الاكالي لو حصل الدايف فعلا، بس فرصه كده لو بصينا على الفارم، بص جريفز فارم 195 يا سلام على بيك من ناروكيا، هذه قوة راكان، هنا دامج كبير من ميراي، عنده الليتاليتي اللازمة والايدي اللازم والاكس بي اللازم والجولد اللازم، وياخذ الكيل مباشرة، يستخدم اكاش مباشرة على ريتد، ربما تشين، ربما سي سي، ربما الكيل، ولكن لا التيميت من طرف داتورا للمساعدة، ولكن ما يهمش يعني صراحة دمج صغير صغير جدا. داتورا ما زال عنده الوقت للسكيلينج، وصان في التوب لين ياكل دمج كبير جدا من طرف الاستاذ اكاشي بالالكتروكيوت بالبوك من طرف البلانك. عم استغرب جدا الصراحه انوبيس سايبين السيطره للتوب سايد جنجل تماما لفوكس جيمنج، وحتى فيفر لما حاول يعني ياخد بصه يحط وورد واحد يعني ده بيتمشى في الجنجل بتاعته مش عارف حته غريبه يعني، بس اتعاقب عليها ناروكيا وميراي في لحظه دمروا هذا الناترس اللي هو المفروض تانك ما بين قوسين، لكن دمروا هذا الناترس لسه ما جابش الجارجويل ستون بلاي فيفر فلسه مش تانكي او حتى سان اكاشي محاوله ولكن تشينز لا يموت سنه صراحه. نايس بلاي من طرف سان اللي يحاول يجوك، ولكن ما مدى ذلك هو بيهايند حاليا 1 ليفل ويتقدم ميراي، ربما فلاش اوتو اتاك سموك سكرين، ربما الكيو، ربما الاوتو اتاك من طرف ميراي، هناك شراود من طرف سان، التيميت من طرف ميراي ولكن مش كافي، وفيفر يتقدم الى التوب لين لمساعده الميد لينر بتاعه سان اللي هو صراحه الفضيه صعبه جدا في المباراه. الدراجون كمان دقيقتين وبص ريتد فين عم بريتد على طول اتجه على السكاتل كراب، محتاج ياخد هذا السكاتل عشان يضمن حبه فيجن، ولكن السكاتل كراب بيقعد دقيقه واحده فقط، فيعني هو هياخد فيجن دلوقتي في الريفر، ولكن على ما الدراجون يسبون هيكون السكاتل كراب خلاص خلص والفيجن هتروح منه. بس انوبيس لازم يعملوا كونتست على هذا التنين مهما كان الثمن، التنين دوت ما ينفعش يروح لفوكس جيمنج والا تبقى خلاص يجي. نعم صحيح يا اخي مورو صحيح جدا. هنا نشوف 1 في 1 في البوت لين ما بين سينيو والاستاذ ميجد، يعني 1 في 1 للغايه يعني ممل، ليس هناك دبل تانك من طرف اللاعبين، يعني ليس هناك دمج كثير 1 في 1 اكبر، ولكن هناك تفوق من طرف ماجد ما مدى ذلك، ليفل 13 امام ليفل 12 حاليا، عنده ادفانتج في السي اس رهيب جدا، ولكن هناك كومبوزيشن في الجنجل والميد لين. شوف ميراي 200 امام 150 سي اس من طرف ليليا، وشوف اكاش في الميدان 184 امام 150 من طرف اكالي، وبروكسيس هو كمان يحاول وعنده ادفانتج صغير 10 سي اس حاليا، دخل 20 فقط من المباراه ولكن ادفانتج كبير لفوكس جيمنج 6000 جولد حاليا ادفانتج للفريق المغربي. غيروا التشكيله، شوف سانيو في التوب لين الان امام سان، سانيو في التوب لين، بس هم لازم يبعتوا سان في السايد لين فعلا، ده القرار الصحيح.
كده وكده مع التليبورت يقدر يجي في لحظه، ولكن سان محتاج سولو اكس بي، محتاج حبه فارم عشان يرجع الجيم، وطبعا قصاد سانيو، سانيو ما عندوش اي كن بريشر على هذه الاكالي، فسان هيبقى في امان. ولكن فاضل 40 ثانيه على هذا التنين، وبص فوكس جيمنج مسيطرين على البوت سايد جنجل بتاعت انوبيس. ازاي انوبيس مش عارفين يمشوا في الجنجل بتاعهم؟ فوكس جيمنج حاطين ووردز في كل حته، الدراجون ده هيبقى مشكله. فيجن رهيبه جدا، وهذا يظهر في الفيجن سكول. هنا روكي 54 امام 40 فقط من طرف فيفر، يعني انا روكي يقوم بعمل ممتاز جدا في الفيجن، وخاصه ميد لاين. شوف شوف الفيجن سكور ديفرنس ما بين اكاشي وسان. سان 10 واردات، اما اكاشي 35 صراحه، يعني فرق كبير كبير جدا. هناك زونينج على اثنين موالي والصول لفريق فوكس جيمنج، ويكون هذا ادفانتج كبير وبور سبايك لهذا الفريق، ووصول تنين النار اللي سوى 400 بف الاي بي والاي دي للفريق. عندهم البلانك، عندهم بروكسيوس بالكايسا، عندهم ميراي جريفز والكثير من الليتاليتي. من سيستطيع الاستيلاء على هذا البيت؟ نشوف عن مقريب يا اخي مواطن الفايت. انوبس لو عرفوا يجيبوا الانجيج على التارجت الصحيح، على بروكشس او على اكالي، بس بص سانيو، سانيو بالفلانك والتيميت مباشره. هناك سي سي على لسه نوتيلو، سي سي هو كمان على الليليا، ولكن التيميت على زاتورا مش كافي. هنا انجيج من طرف فوكس جيمنج بعد التنين سول، يتخدم بروكشس وباك لاين. يا سلام على الدماج، ياخذ كل اول كلتين دبل كيم من طرف بروكشس، هيقدر يسوي اكثر تربل كيم من طرف بروكشس. وضغط الكره وضغط الاتاك، ولكن البلانك تتقدم من التيم فايت وتاخذ الكوادرا لهذا الاي دي سي جي 2 والفريد 4-0 في هذا التيم فايت، زائد روح تنين النار. ونشوف ربما نعشور مباشره بعد هذا التيم فايت. تاور رايحين بارن ليه؟ ما حدش موجود ان انوبس، خدوا التاور الاول بعد كده روحوا بارن. نعم صراحه ده تاور ببلاش، ده تاور ببلاش. وفوكس جيمنج مش فارق لهم، مش فارق لهم، ياخد بارن مش مهم، التاور مش مشكله. بس شوف الاعاده، شوف الريبلاي، سانيو بالتيميت اكتر من رائع، فيفر الهوك دوبك مست. كان لو كان جه على نوكيا كان ممكن تبقى قصه مختلفه، ولكن طول ما سانيو عمال بيشتري وقت الدراجون بيتعمل وخلاص. السول راح لفوكس جيمنج، والطبيعي هيكسبوا الفايت دوت بالانفيرنال سول، طبيعي هيكسبوا التيم فايت. والدامج من كايسا مرعب، تريبل كل بروكشس، خلاص جايب الاسنس ريفر، جايب كمان ناشرز توث، فمعاه الابجريدد دبليو، واظن الابجريدد اي كمان بالاتاك سبيد بتاعت ناشرز توث. فلا الكايسا مشكله كبيره جدا جدا جدا، وانوبس لازم دلوقتي يحاربوا ضد بارن وضد انفيرنال سول، مهمه صعبه. صعب جدا، وخاصه هناك اكالي، اكالي انت تعرف ان الوان شوت ممكن يحصل في اي وقت، وميراي هو كمان بدمج كبير جدا بهذا الجريفس اللي عنده ادفانتج كبير. شوف الفرق في السي اس يا اخي مورو، هذا شيء لا يعقل. 170 سي اس من طرف ليليا امام 240 سي اس من طرف ميراي، شيء كبير وكبير جدا. هل سيستطيع ان الفريق المصري انوبيس جيمنج ان يرجعوا في المباراه ام لا؟ هناك بارن امبورد مينينز من طرف فوكس جيمنج في الميد لين، وبريشر كبير على البرج رقم 2 في هذه اللين. ليس هناك كونتيست اظن من طرف فريق الفريق المصري، وتكون هذه هي البرج الرابع للفريق المغربي. يا اربع ابراج لفوكس جيمنج ولا برج للفريق المصري. انوبس بارك جيم داتورا بيعمل دامج، ولكن اظن لو ميراي وصل لداتورا عمل اتاك واحد داتورا هيتخض من الدامج اللي حصل فيه. بالذات ان ده ازريل من غير هيل، من غير اكزوست، معهوش غير فقط الفلاش اللي تساعده في هذا الكومبات، بينما بوتلين اكاشي انجيج على اكاشي، التيميت من طرف سان، التيميت من طرف نوتيلوس، فلاش اوت من طرف اكاشي. هناك نوك اوف مباشره، سان يتقدم، سان بالاي، ولكن هناك ناروكيه وشارمز، ولكن مش ممكن. بروكسيس من الجهه الاخرى ياخذ كيل على ماجد، وني تشينز من طرف اكاشي على ريتد. هناك دراوزي من طرف ليليا، ولكن شفنا ناروكيه في الباك لاين، هو سينيو، هو ميراي، وده مش كبير. يتقدم سيتيو 1 في 4 وياخذ الكيل مباشره، 1 في 3 الان. يتقدم ناروكيه هو كمان، هل سنرى نوك اوف ام لا؟ يتقدم دبل نوك اوف، يا سلام، ويكون هنا الكيل على اكاشي. يتقدم سان على الباك لاين، ولكن دبل توبوش، توبوش كبيره، ولكن شراوت طرف سان هو التالي. هيكون هنا كيل ربما عليه، هيكون كيل ودبل كيل لصالح اكاشي. البلانك اللي تقوم بعمل جيد جدا هذه البيضاء، نشوف هنا سانيو بالفرونت لاين. يا سلام يا سلام، التانكينس شامبيون ونس. حبه دي ام من سانيو، ولكن كله الصراحه يعني كله فور فان، كله فور فان. لكن فيكس جيمنج هيفوز الصراحه، فوز مستحق، فوز مقنع. اول نكسس تاور، ثاني نكسس تاور، ما اظنش هيعرفوا يدفندوا هنا انوبس حتى ما يجي في قلت الهواء. جي جي فوكس جيمنج، جي جي الفريق المغربي. هي صراحة كانت صعبة جدا، كانت محاولة ممتازة من طرف الفريق المصري، يعني صراحة نايس تراي فريق انوبيس، ولكن قال لهم فوكس لا 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 لا، اكاشي يتألق توب بلين، سينيو يتألق 1v2 1v3، وميراي خاصة ميراي كالعادة كالمعتاد عليه عنده ادفانتج في الاولي جيم، يسوي سنوبول كبير، فارم كبير، اوبجيكتيف كاع الاوبجيكتيف تتبع فوكس جيمنج، وهنا يتفوق للفريق المغربي ويبقون ب 100% وين ريت حاليا 100%، ولو خسروا ولا مباراة واحدة 6-0 حاليا، ولكن انوبيس يذهبون إلى أول خسارة لهم أمام الفريق المغربي. نايس تراي، وقلت لك في المره المقبله خلينا نشوف يا اخي مراد مع الاستوديو التحليلي، مع عزوز ومع الاستاذ بارالايز وتورن.